الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. في هذا الزمان يغلب على أهل العلم الكبار سنا وعلما ورسوخا الاهتمام بشروح المطولات والتعليق عليها، فكيف لمبتدئ ملازمتهم وما الطريق لنيل ذلك؟ ما أدري، هذا السؤال على فهم صاحبه، وإلا فلا يزال العلماء الكبار والصغار يشرحون صغار المتون صغار المتون. ربما بعض العلماء يشرح المطولات، لكن أنت تعرف أن تعدد الحلقات في البلد نعمة عظيمة من الله عز وجل، فلا يزال لن يعدم الطالب إن شاء الله حلقة يشرح فيها هذا العالم شيئا من صغار المتون. مع أنني أرى والله تعالى أعلى وأعلم أن الإنسان يختلف باختلاف قوته في الشرح ورسوخه في هذا العلم وقدرته على إيصال المعلومة للطلاب، فربما تكون تلك المطولة التي يشرحها مما ينبغي للمبتدئين أن يسمعوها، لا لأنها يسيرة في ذاتها، ولكن لأنها سمعت من شرح إنسان ذلل صعابها ويسرها. فإذا كان هذا الشيخ المعين الذي تريد طلب العلم عليه يشرح كتابا مطولا، وكانت طريقته في الشرح يسيرة واضحة مفهومة، يستطيع أن يوصل المعلومة إليك وإلى ذهنك ببساطة وسهولة، فحينئذ لا تحرم من حلقاته، وإلا فلن تعدم إن شاء الله مشايخ كبار وصغار وطلبة علم يشرحون ما تريده من المتون الصغيرة فهذا السؤال على فهم صاحبه. فلا يزال الشيخ عبد العزيز رحمه الله يشرح عمدة الأحكام، الشيخ عبد العزيز رحمه الله، ويشرح بلوغ المرام، ويشرح ثلاثة الأصول، وكل من انتهى منها كررها وأعادها، ويشرح كشف الشبهات، ومع ذلك يشرح سنن أبي داود وفتح الباري وغيرها من المطولات، الشيخ محمد كذلك، الشيخ بن جبريل رحمه الله كذلك. فلا ينبغي للإنسان أن يقف عند هذا السؤال.